السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ احوالكم مزيانه؟ صحيحه بخير؟ كل شيء مزيان؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، واحوالكم ميسره ان شاء الله، وعواشركم مبروكه. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه يا ربي، واللي كيتمنى شي حاجه الله يعطيها ليه. اليوم فلوق جديد ان شاء الله. اليوم غادي نمشي للواد، ان شاء الله غادي نمشي للواد وغنصور لكم الطبيعه كيفاش دايره تما. هو الواد اللي عندنا حنا هنا ما بقاش فيه الماء، ناشف من الماء، مع في الاواخر السنوات الاخرى ما كانتش كتصب الشتاء مزيان ونشف من الماء. هذا العام كنحمل شويه، ولكن من بعد نشف من الماء. غنهبط نصور لكم تما، غتشوفوا الاجواء كي دايره في الواد، غنوريكم الخرشاف، تشوفوا الخرشف كيفاش دايره، وغنديكم حتى الغابه تشوفوا الاجواء كيفاش دايره في الغابه اللي كاينه حدانا، حيت حنا عندنا الغابه في البلاصه اللي حنا ساكنين فيها. شوفوا هاد البعويده تعجبوني تبارك الله، عاد كي منبتين في الشجره، شوفوا كيفاش دايرين. قلت ارا نصور لكم، راني غنهبط دابا للواد نصور لكم شي حاجه هنا حدا الدار، وعاد نديكم معايا تشوفوا الاجواء كي دايره. وما تنساوش ديروا لي ابوني في القناه اللي عندي، وتفرجوا في الفيديو اللي كنحط، وديروا لي لايك باش تشجعوني نبقى نحط لكم لي فيديو. الا بغيتوني نصور لكم شي حاجه مازال اخرى هنا في العروبيه، ولا شي حاجه بلديه، خليو لي كومونتير باش نبقى نحط لكم داكشي اللي نتوما باغين تشوفوه. انا راه كنحماق على هاد الورود والشجر، المناظر اللي فحال هكا كتعجبني، شي حاجه خضراء. شوفوا هاد الوردات تقريبا راه هنا في العروبيه ما كاينش اللي تمشي عنده ما تلقاهش الزرع هاد الورد هذا. الشيبة يا الله، خليكم معايا دابا غادي نهبطوا ان شاء الله للواد ونوريكم الاجواء كي دايره. هذا البنات شوفوا الطريق كيفاش دايره تبارك الله، الزرع حتى شي حاجه ما كتبان.
الربيع كي داير هنا راه الزرع، ولكن كاين فيه الربيع بزاف. غادي نوصل واحد البلاصه غتشوفوا غير الزرع بوحدو. شوف هنا كي داير الزرع تبارك الله، هانتوما انا قلت لكم الغابه قريبه لينا، كاينه ورانا ها هو الزرع تبارك الله. شوفوا غرقنا هنايا، غرقنا واحد الوريضة زوينين. نقرب لكم باش تشوفوا كي داير الاجواء هنا. لا قوة الربيع علينا. شوفوا الناس كي راعيو البقيرات ديالهم، ودابا مشاو داوهم باش يربطوهم، داوهم للدار. شوك هاجيو تشوفوا الخرشف اللي قلت لكم كاينه في الواد. عرفتي تبارك الله كي دايره. شوف شوف شفتو عرفتو راه هنايا كاين الشوك. شوفو الربيع والخرشف تبارك الله، غير اللي ما بغاش يجي يدي الخرشف ياكله. شوفوا الواد كيفاش داير تبارك الله بالربيع، وهذاك اللي نايض لونه فحال الموف هذاك راه هو السمر اللي كناخذوه كنقطعوه كنديروه كنصايبو به الشطابه كنشطو بها الزنقه في العروبيه. دابا نوريكم كيفاش كنحيدوه، حيت غادي نديو منه شويه للدار. انا كنشطب به الصباح، كنبقى نشطب به الزنقه في الصباح. هانتوما شوفوا الخرشف شوفوا هادي راه واحد العشبه، ماشي عشبه، هي واحد النبته كتكال، كتحيدي لها الشوك وكتنقيها مزيان وكتاكلها كتكون زوينه. والله ما عرفت منين غندوز، تبارك الله كلشي عامر بالربيع والشوك، كاينه الطريق كاع.
ها الخرشف راه كدير القوق، انا غنوريكم باش تشوفوا كيفاش. ها نتوما شفتوا القوقة؟ هذا راه كنقولوا ليه حنا القرنيع، القوق البلدي. هاي وحده صغيره، ثاني حداها وباقي من بته الصغار. ها هيا تاني شوفوا، هيا واحدة أخرى شوفوا قداش هذا الجدار ديال الخرشف، وهذه الغابة فيها كريتوس. حنا عندنا الشجر ديال الكريتوس، شوفوا هاد النبيتات دايرين بحال الخص. هذا هو الورق ديال الشجر ديال الكريتوس، هاي وحدة صغيرة. شوفوا العواد، كنجيو كناخذوا العواد من هنا باش كنخبزوا في الفران البلدي. شوفوا هذه اللي كتبان هنايا، هذه هي تيكون فيها هذيك النبته ديال النبق، السدره هي الشجره ديالها سميتها السدره، كتنبت داك النبق. دابا ان شاء الله نمشي نصورها لكم تشوفوا كيفاش دايره. شوفوا الناس جايبين البقيرات، ها هو السمر اللي قلت لكم كنحيدو كنصايبو به الشطابه، كنحيدو بالمنجل هكا. كنحيدو وكنقيو وكنعزلو دوك الحبات الخضرين على هاد الحبات اللي كارمين. شوفو راهي حيدت داك النبتة اللي كارمة وخلت الخضرة، واخا باقي فيها شي حبات ولكن قلال. من بعد غادي فاش نوصلو للدار غنصايبوهم نعزلوهم. ها الخريشفات ديالي شوفوا تبارك الله كيفاش دايرين. ها نتوما
هادو حيدتهم انا بيديا، ولكن هادو ليا ايديا كلهم مضروبين بالشوك. شوفوا تبارك الله، هم دوك القوقات الصغار اللي حيدت، وحيدنا الثمار اللي غادي نشطبو بها ان شاء الله. ها هو شوفوا، هانتوما ثلاثه ديال الربيطات، وجمعنا العواد باش غادي نخلصو ان شاء الله. هما العويدات، دابا نخليكم حتى الدار ان شاء الله ونتلاقاو. دابا راني قربت للدار، يعني صافي طلعنا قربت للدار. يلا غادي نمشي نتغدى اليوم، حنا تعطلنا في الغدا. يلا غنمشي نتغدى، غادي نصور لكم. خليت ماما غادي توجد الحوت، غنصور لكم داكشي اللي صيبته من الغدا ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، تخليوا لي لايك وخليوا لي شي تعليق، يعني واش عجبكم الفيديو ولا ما عجبكمش، وديروا لي ابوني. وشكرا لكم على المشاهده.